خليكوا جاهزين رايحين رايحين للفن رايحين. بس مو تلوين لعبوا تمارين يلا يا أطفال يلا يا حلوين. رح نسألون العب رح نمرح نستفيد مدرسة وبيت وملعب استديو الأطفال أكيد. أهلا 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 مساء الخير ويا مرحبا فيكم في حلقة جديدة من خلال برنامج استديو الأبطال. نمسي على كل اللي قاعد يتواصلون ويتابعونا أمام الشاشات من خلال هذه العدسة من خلال هذا المنبر الخاص لكل بطل وطفل ما يسمعون كلامه يقدرين سيد الأبطال. صدقوني راح يسمعون كلامه في طرق للتواصل والمشاركة سواء كان بالسوشيال ميديا أو عن طريق الاتصالات في SMS بإرسال سين باللغة العربية أس باللغة الإنجليزية والأرقام موجودة أسفل الشاشة. دول الخليج في الكويت تحديدا والخليج والوطن العربي كل الأصدقاء اللي يبينا سيد الأبطال يقدر يتواجد والباب مفتوح للجميع. أما اللي حاب يتصل ويشارك ويانا أيضا الباب مفتوح للجميع وحضور الأصدقاء أمر ضروري. إحنا دائما نحبه مثل ما الأصدقاء موجودين لأن في شيء حلو بس نسمعه يا أخي نستمتع اللي هي الصفقة. خلينا نسمع الصفقة. اليوم عندنا حضور جميل داخل الاستديو اغلبيته بنات او حتى ان الاكثر بنات ما عدا داخل الاستديو انا ويا حمني احنا الاولاد او الشباب الوحيدين داخل الاستديو الباقي كله بنات. من ضمن البنات راح نتعرف على اساميهم وطبعا الاسم الثلاثي بالاضافه الى عمر كل شخص موجود داخل الاستديو واللي منهم جاهز حق اغنيه او انشوده واكيد عنده اهل قاعد يتابعه بيوجه له تحيه من خلال برنامج استديو الابطال وتويتر البرنامج @abtal_الراي. اليوم جاي بموضوع حق الاصدقاء اللي قاعد يتابعونا والاصدقاء اللي موجودين داخل الاستديو. هذا هو تويتر قاعد نشوفه الحين اسفل الشاشه الاتنشن بليز. راح نتكلم اليوم عن النظافه والنظافه حث عليها الاسلام وايضا في وايد احاديث وايضا في القران الكريم كان في هناك موضوع عن النظافه. اليوم راح نتكلم عن موضوعين النظافه الشخصيه والنظافه تكون نظافه حضاريه واللي هي نظافه البدن هذا بشكل بالاخص ولكن هناك نظافه اخرى. اليوم راح نتكلم عن الاثنين برؤوس اقلام عندكم جايب لكم اياها ابي شوي اشرحها لكم وايضا الاصدقاء يسمعونها لانها هي امر ضروري. اتوقع ان الاهل دائما يحرصون على النظافه في البيت نظافة الجسم وأيضا نظافة الديرة نفسها لأن يقولك نظافة تعكس الصورة الحضارية والوجه الحضاري للمجتمع. فإحنا دائما إذا مثلا قاعدين في السيارة رايحين رحلة معينة رايحين مجمع معين رايحين شغل رايحين المدرسة حطينا مثلا أكل معين وجبة معينة بطل الماء أو العصير أو الكلينكس ما ننزل الجام لأن هذا يعني يعكس حضارتنا. ننزل الجام ونقطع هذا أمر خاطئ جدا ولا أنا ولا سيد الأبطال ولا حتى مشاعر نرضى فيه ولا حتى كل الناس يرضون فيه. فإذا عندك وسخ يا أنه يكون في تشيس داخل السيارة تجمع الوسخ فيه وتوصل للمكان وسلات القمامة يا كثرها في الشوارع تحط الوسخ. إحنا نقول يعني يعني دائما نقول السلة هذه تكون موجودة في الإشارة تكون موجودة في أماكن وايد. ففي وايد أصدقاء ما يدري أو مو معلمينه هلا وتلقى بس يخلص تشيس أو القرطاس مال الكاكاو ينزل الجام يقطع هذا أمر خاطئ إحنا ما نرضى فيه ولا حتى ديننا الإسلام يرضى فيه. فلازم نحافظ على نظافة الشوارع علشان هي ديرتنا مو لما نروح برا ما نقط وسخ علشان هالديرة هذه ما يصير نقط فيها وسخ. احنا ديرتنا هذه منا وفينا فاحنا لازم نحافظ عليها. ايضا عندي موضوع اخر ابي اتكلم فيه في بعض الاصدقاء لما يروحون المدرسة لازم يصير محافظة الصف نفسه الفصل نفسه في المدرسة مو هذه هي مدرستنا وهذا فصلنا فشون يكون محافظين على النظافة ما نشخبط على الطاولة نفسها. والله هي طاولتي هي مو ملكك هي ملك الدولة ملك الوزارة فهي وفرت أو الدولة هي وفرت هذه الخدمة أنها تساعدك وتوفر لك اللي تبيه. ما نكتب على الطاولات جدران المدرسة ما نكتب عليها هي من ضمن النظافة وهذا أمر خاطئ أن نكتب عليه. حتى إذا إحنا في عندنا مثلا شغلات زايدة في البيت رحنا السوق نلقينا شيء حلو بسيط نقدر نشتري حق الفصل مالنا نقدر نزين فيه الفصل لأنه هو الفصل التابع لنا وحق أصدقائنا اللي موجودين أو زملائنا اللي موجودين في الفصل. فإحنا دائما نقول نحافظ على النظافة بالإضافة إلى تزيين المكان. البدن نتكلم عن البدن دائما إحنا نحرص على شنو نفرش أسناننا نسبح كل يوم إنزين نتعطر ونبخر نفسنا. أنا أحب البخور فأدهن العود والبخور إذا أنتم تحبونه ولكن في هناك عطورات
خاصة بالأطفال نقدر نتعطر فيها. البنات تسريحات الشعر، نزين شعرنا، ما يكون شكلنا والله قاعدين من النوم بسرعة بسرعة نروح المدرسة، لا بالعكس أنا أروح مغسل وجهي نشيط، ماكل وجبتي كامل والكامل الله، إن أنا حافظ على نظافة شكلي. هذه رسالة حق الصغير والكبير حتى، والله أنا تأخرت في الدوام لازم أكون ماخذ وقتي، لازم أقوم أنام بكر وأقوم بكر علشان أحافظ على نظافة الشكل. هذا شيء اللي إحنا دائما نقوله في البرنامج. فاليوم موضوعنا عن النظافة، إذا تبون تستفسرون أو أيضا الأصدقاء في تويتر البرنامج عندهم أي حديث أي موضوع أي خطر عن النظافة يقدرون يشاركون يانا في حلقتنا لليوم، وأيضا الأصدقاء اللي يشاركون يانا في الاتصالات. خلنا نروح ويا بعض نشوف كليب تصور، وهذا الكليب قبل لا أروح له هو يعكس شخصية كانت غنية، وهذه الشخصية دائما بين أصدقائها يقول أنا والله ما شاء الله أبوي عنده فلوس وأنا غني وأنا غني بفلوسي، ودائما أنا أوكل أصدقائي الفقارة، وأنا مدام أني أنا أوكلهم فلازم أني أنا أسوي اللي أنا أبيه، لكن في بعض الشغلات الفلوس مو كل شيء. خلينا نشوف كليب تصور. تصور لو يجي لك يوم تبي تمشي وما تقدر، تحاول خطوتك توصل لشربة ما إلى أكثر. من اللي كان يتصور بشربة ما يتعثر، من اللي كان يتصور بشربة ما يتعثر. محروم، أما محروم، أمانينا
ردينا وياكم من بعد ما شفنا هذا الكليب، واكيد ناطرين مشاركات الاصدقاء، وراح نتعرف على الاصدقاء اللي موجودين داخل الاستديو. الاسم، العمر، واللي يبي يغني او يبي يقول انشوده يقدر يشارك ويانا في البرنامج من بعد البريك. ردنا وياكم بالفقرة الثانية في حلقتنا لليوم في البرنامج، راح نتعرف على الأصدقاء اللي موجودين، وراح نتعرف على اليمين ويسار الشاشة. بداية مع أول بنوتة، الاسم كامل. أريام ناصر الصياح. أريام ناصر صياح. بعد مرة عشان خاطري. أريام ناصر صياح. والنعم فيك يا أريام. كم عمرك؟ 9. العمر كله إن شاء الله. أنت أي مدرسة؟ رفايدة. وين هذه؟ جليل. انزين، شنو حابه تقولين؟ اغني وهزه حياتي. بتغنين؟ سوي بعد مره. انزين يلا اريام، صح اريام، يلا غني يا اريام بروحك. لا، ويا اللي يمك. انزين يلا، اول شيء صفقه حق اريام، صفقولها. تعرف على اللي يمك شو اسمك؟ ريان. ريان شنو؟ صياح. والنعم ريونة، كم عمرك؟ 6. انت اي مدرسة؟ رفايدة. رفايدة. ريان لما شو اسمك؟ ريان. ريان صح. لما تقومين من النوم الصبح وانت رايحة المدرسة شنو لازم تسوين؟ تو تكلمنا شنو قلنا؟ غسل وجهي. شنو؟ غسل وجهي. النظافة، نغسل وجهنا صح بالماي. وشنو؟ من قال معجون؟ سمعت معجون، الماي والصابون، ونفرش اسناننا بالمعجون صح؟ اذا بتغنون يا بعض؟ يلا 1 2 صوت عالي 3 يلا. انا كويتي، قلبي كويتي، واحب الكويت، احنا الامل فينا ونا وفينا، فيك الصباح ونا يجينا، نفس الأزهار تزرع أمانينا، يفوح العطر منا نجاحات، الكويتيين ونحب الكويت، نفر الحقيقي المستحيلة. تلي الكويتي تقدم أنا. مشكورين، صفقوا لهم، يستاهلون. شكرا يا بنات. شنو يعني ما تقولين اسمك؟ قولي اسمك يلا. رهف. رهف شلونك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ من زمان ما شايفك، صار لي نص ساعة. رهف شنو بتغني لنا؟ ما بغني. ليش؟ ايش دعوة؟ ها؟ عشان الفانز؟ منو يقول تستحي؟ تستحي ايش وش؟ اي علي يلا طقيت الايباد. ردي عليها قولي لها ما استحي وغني. يلا. مو مجهزة اغنية. ها؟ مو مجهزة اغنية؟ اي شيء يعني شيء من البومك القديم. ماكو؟ ماكو. شنو حابة تقولين؟ ما عندك شيء تقولين عن النظافة؟ بما أن في ناس وايد يتابعونك يحبونك يسمعون كلامك، شنو تقولين لهم؟ النظافة من شنو؟ من الإيمان. النظافة من الإيمان. وبعد؟ اللهم بك أحب النظافة. بعد؟ لما يقومون من النوم يحرصون على يفرشون أسنانهم. وبعد؟ بعد زين، عن الأكل بالمطاعم وبالشارع شنو لازم يسوون؟ خليك من نظافة البدن، نظافة الأماكن، شنو نقدر نسوي؟ شنو حابة تقولي لهم؟ ما نقط الوساخة في الأرض. أنت إذا كليتي شيء وأنت قاعد تمشين شو تسوين بعد ما تخلصين منه؟ أقطع في الزبالة. وين؟ وماما. أدي زبالك وماما، ترجمت لي إياها صح كلامك. رهوة بتوجهين تحياتك. أنا نسيت البنات، ما قلت لهم يوجهون تحياتهم. يلا نبلش من الأولى، توجهين تحياتك. يلا ثلاثتكم ويا بعض. أمي وأبوي. بس؟ بس؟ ما أدلك المايك عشان بس. يلا يستاهلون أمك وأبوك، الله يحفظهم. وأنتِ؟ أمي وأبوي. بس؟ يستاهلون. يلا وأنتِ رهوفة؟ بس؟ ها عبالي بعد أنتِ. يلا. أمي وأبوي وخواتي عماتي وكل فانزي وبس. وبس مشكور، أعطيك العافية. إنزين يلا صفقوا حق رهوفة والبنات كلهم. صديقاتنا
خواتي الصغار ثاني مرة يجون البرنامج، أهلنا من قطر، حيا الله أهل قطر، واليوم موجودين داخل الاستديو علشان برنامج استديو الأبطال. ثلاث بنات، الأولى شو اسمك؟ فاطمة. فاطمة اسم كامل؟ فاطمة محمد مبارك محمد نصر حمد الشامي الهاجر. والنعم فيك يا فاطمة، شفتوا؟ زين كم عمرك؟ 8. 8 سنوات، العمر كله فطومة. أنت وين ساكنة بقطر؟ بأي منطقة؟ بني هاجر. بني هاجر. زين شنو نقدر نقول عن النظافة؟ لازم نحافظ على النظافة. النظافة تمشتين شعرك إذا رحتي المدرسة شاطرة. تبي تغنين أغنية؟ عندك أغنية وطنية عن قطر؟ في أغاني وايد حلوة عن قطر، شنو حافظين؟ محافظين شيء معين أو مو مجهزين صح؟ المرة الجاية تجهزون أغنية عن قطر، ودنا نسمع. توجين تحياتك كلش واللي جايبينك من هناك نهائيا ها؟ ولا شيء؟ يلا صف قولها. يبقى الراي رايحة. وشور شورها شانت؟ طيبة. كم شم عمرك؟ لا لا شيء اسمك. اسمك؟ ريم. اسم كامل؟ ما تقولينه؟ شو اسمك؟ ريم. ريم شنو حافظة شيء تريد تغنين؟ ما تبي تغنين؟ هم هذيل اخواتك؟ ها؟ يعني هم ايش يسوون لك بالبيت؟ مدلعينك يعني؟ اي شيء تقولي لهم يسوون لك اياه؟ وانت تسمعين كلامهم لان اكبر منك؟ صح؟ صح. زين بتغنين؟ ايه. شنو بتغنين؟ يلا غني خلنا نسمع. محافظة شيء؟ على ايش قلت بغني؟ تعبئة ها؟ المهم معبية. صف قولها. تقولين تحياتك ولا لا؟ يلا قولي تحياتك. حق امي وابوي. زين اشوف. وعبد الله. مشكورة والله انا صفق لك حبيبتي. تسلمين. يلا اخر واحدة. اكبرهم شو اسمك؟ عائشة. والنعم فيك عائشة، كم عمرك؟ 11. عواش شنو حابة تقولين؟ نهائيا؟ انت من البنات اللي دائما يحافظون على نظافة الفصل بالمدرسة؟ لو شفتي احد قاعد يكتب على جدران المدرسة احنا نقول عنها الطوفة، شو تسوين؟ شنو الموقف اللي ممكن تسويه عائشة اذا شافت احد قاعد يكتب قاعد يسوي شيء غلط؟ قول حق الابلة. شاطرة صف قولها، تروح تقول وتعلم الابلة. مو يعني هي ما تقدر تسوي شيء لان هي طالبة، فهي تروح علشان تكمل دراستها وتركز بدراستها تروح تقول حق الابلة ان في وحده قاعده تكتب على الطوفه، والابله هي المفروض انه بس تقول حق ابله شنو؟ ابله مو انا اللي قلت لك، لا عرفت ولا تعرفيني. تروحي اوكي؟ يلا، خلينا نتعرف على الجروب الثاني اللي موجود ويانا داخل الاستديو من بعد ما تعرفنا على الجروب الاول. اول وحده. الو الو. انا قاعد اكلمك. سارونا قولي اسمك كامل. سارة. كامل كامل كله كله نفس البطاقة المدنية كله. سارة سالح. سارة سارح. سارة سالح. ها؟ شالح. شالح. هي تقول شالح صح؟ اي. طالعكم ترى ها ناوي على شيء. سارونا. خلاص بس ما روح هي خزة واحدة. سارونا بتغنين؟ يلا غني. شات شات البطة. يا نطي 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 يا نطت إلا شويلة وشويلة لاحت البر تجيب العيش الأخضر والحطة بصواني على يد خوالي خوالي يا دلالي أمي ثانيني ودش تبين فيني تبيت عنيني صيني على صيني واروح بيت الله واشوف حبيب الله قاعد على شيادته على نادته قاعد على شيادته وانا نادته انفال المستعيرة. يلا صفقي الحين الحين صفقي. سارونا صوتك ما كان واضح، تقدرين تعيدين هم الاول؟
والله الباتري مشحونه. لا خلاص بس واضحه كانت. وتقولين تحياتك حق منو؟ حق امي وابوي. ايه؟ حق عماتي. ايه؟ حق امي وابوي حق ايه؟ عماتي بس مرتين يعني. اذا رحتي مدرسه ولا لا الحين؟ رحت. متى تروحي؟ رحتي روضه؟ شنو يعطونك بالروضه؟ مطعم. مطعم؟ الروضة ما... أوكي الروضة فيها أكل بس أنتوا ما تركزون، خلكم الحين بالبيت في أكل والمطاعم في كل مكان موجود. حتى بالروضة أحلى شيء عندكم المطعم. ما يعطونك ألعاب، ما يدرسونك، ما يسوونك مسابقات. لا مبلا مبلا صح؟ لا. ليش؟ شو تسوين بالروضة؟ يعني تروحين من الصبح شو تسوين؟ الساعة 8 شو تسوين؟ ها؟ شو قاعد تقشرين المايك؟ يلا سارونا شكرا لك. خلينا ننتقل حق بنوته موجوده ويانا ثاني مره يجونا الاستديو. نتعرف عليك. غلا. يا الغلا قولي اسمك كامل. غلا مسلم عبيد رجا الشمري. والنعم فيك يا غلويه. كم عمرك؟ 9. 9؟ انت ويا اختك جايه؟ عندك اخوان ثانيين؟ منو؟ بتول واحمد. احمد كم عمره؟ ما تدرين؟ يعني كبير ولا أصغر؟ كبير. كبير؟ أكبر مني؟ أطول. أطول أطول مني؟ أوكي مو مشكلة بس أكبر مني؟ أطول. بس أطول. كم عمره يعني؟ يعني هو يدرس ولا يشتغل؟ يدرس. إيه أنا أكبر منه يعني. يعني هو يبي يروح يشتغل بالجامعة. يبي يشتغل بالجامعة ولا يدرس بالجامعة؟ يدرس بالجامعة. يدرس بالجامعة. إيه أنا أبوي متخرج من زمان. شايب أنا شفيك. زين واختك شو اسمها؟ فاطمة. فاطمة هم كبيرة؟ أنا أكبر منها. أنت أكبر منها؟ هذه فاطمة. من صدقك أنت؟ أنا قاعد أقول يعني أحد مايا الاستديو قاعد أقول هذه فاطمة أنا شلون؟ ها بس يعني بس أحمد ها؟ الله يحفظكم إن شاء الله. شنو حابة تقولين أنت؟ بتغنين قلتي لي صح؟ لا هذه هي اللي قالت؟ إي أنا خربطت. أنت ما راح تقولين شيء؟ أنت أي مدرسة؟ أي لك. شنو يعطونك؟ انت قبل قلت لي بروح فيلكا والحين ما درستش فيلكا. بتوجهين تحياتك؟ اي يلا قولي. حق امي وابوي وخواتي وخالاتي وعماتي. وعماتك بس؟ يلا صف قولها. خلينا نشوف فطومه اختها. اي اي بتغني. فاطمه بتغنين؟ اي غني يلا. غني شيت. انصدمتي؟ مش حد يغني اغنية عادية ولا يعني غيرتي اغنية الأولى؟ احنا ما ندري شنو الأولى عشان انت مبرمجة ان انا بغير. احنا ما ندري انت تصدمينا بأي اغنية احنا بالنا هذه هي الأولى. اوكي؟ جاهزة حق الاغنية؟ غني يلا. دق هوا دق 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 شوف. شنو ما قلت شيء انا؟ ما ضحكت والله ما ضحكت. يلا غني عادي شيش. انا دائما ابتسم يعني يعني تبين. اوكي يلا خلي عصب غنيها وانا معصب. يلا لا لا غنيها غنيها فاطمه. لا لا ليش خايفه؟ عادي شيش. لا والله عادي غنيها يلا. والله حلوه الاغنيه غنيها. تكفين انا اغني وياك والله. يلا 1 2 3 دق هوا دق 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 شوف نارك صك العدل دق 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 هوا دق 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 اريد اسمع صوت الصقل دق 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 والعب لعب دق 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 نجل التحب. شكرا. حلوين. يلا في اغنيه ثانيه ببالك نفس الشريط اللي انت قاعد تسمعينه. حبيبتي فطوم صفقوا حق فطومة. بتقولين تحياتك فطوم ولا لا؟ ها يلا خلت تقول تحياتها. زين بعدين نطلع فاصل من عندك بعدين نكمل ويا البنات. زين هذول يسولفون وايد ترى. لا يسولفون وايد هم يعرفون حق السوالف كذي. يلا قولي. امي ابوي وخواتي واختي وبس. وبس؟ شنو غنيتين لنا توه؟ راح نكمل. باقي عندنا جروب فراشات الكويت. يا فراشة انت. راح نتعرف عليهم بعد البريك.
ردنا وياكم من بعد البريك ويا صفقة صح 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 اللي قاعد تسوون. الكرسي اللي فاضي هني كرسي منو؟ شو اسمها؟ اي ريان. تعالي ريونة قعدي. ليش؟ بس خلاص تبي تنام داخل ريونة. هذا كان كرسيها. انزين خلينا ننتقل حق ترى سارونا من ضمن البنات الفراشة الصغيرة بس هي قاعدة هناك شوية. تعال هي وياهم وياهم بالجروب. انزين الحين دور انفال. قولي اسمك كامل. أنفال صالح الشطي. ونعم فيك أنفال. شلونك؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ الحمد لله. أنفال لما تقومين من النوم أغسل وجهي وفرج أسناني. حلو. وبعدين؟ وبعدين أروح المدرسة ألبس ملابس المدرسة وأروح. إي صح مرات تروحين بجامتك. صح يا أنفال. إنزين أبي أقول لك موقف. لو شفتي قدامك شنو تسوين؟ انزين لو شفتي يعني واحد صبي كذي انزين قاعد مثلا يمش حلجه كلا شيء وهو قاعد يمشي بالشارع مش حلجه مثلا كلينكس ونزل جام وقطها شو تسوين انت؟ اقول له ها تروحين له؟ لا ليش ما تروحين تقولين له؟ صدق روحين له عادي. انا ليش قاعد اقول لكم كذي؟ علشان احنا الصغار نبي نوصل رساله حق الكبار. اذا هو شوي كبير يعني كبري انا نزل الجام وقط مثلا علبه العصير برا او كلينكسه برا شنو تقولي له؟ اروح لو اقول له هذا سلوك خاطئ. سلوكك خاطئ صح. واذا قال لك ماذا تريدين يا ها قولي له اصمت زين صح كلامي. صمت حق انفال شطوره. أود تحياتي حق الريال. هذا ولا أوكي هذا شيء ثاني عبالي أنت تقولي له شيء بعد. يلا أود تحياتي حق أمي وأبوي وحق شفيت ها شفيت وحقك مشكورة وحق ولي ها نسيت اسم فاطمة. يقولي أنفال ما يصير توقع تقولي له سلوك خاطئ. يلا شنو ما تبي تقول. يلا صمت حق انفال خلاص انتهى دورك. يلا اللي بعده. انا بشوف حماني جايب له مواقف وايد بشوف رده فعله. يلا شلونك يا في؟ تمام. قولي اسمك كامل. في صالح شطي. شنو حابه تقولين في؟ انا بقول شغلتين. شنو الشغله الاولى؟ بتكلم عن الموضوع والشغله الثانيه راح اغني. والثالثه ما في شيء. ما تبين الثالثه. يلا اوكي الاولى تكلمي عن الموضوع. زين احنا قاعد نتكلم عن النظافه شنو حابه تقولين في شنو تبي تتكلم عن النظافه؟ اول شيء انا المدرسه يعني مشتركه بنشاط الشرطه يعني انا شرطيه يعني اخالف اللي انت شرطيه. انزين بالمدرسه. بالمدرسه بس لما تطلعين برا مو شرطيه. زين شو تسوين؟ يعني البنية محتاجة شيء أنا أساعدها. حلو. هذا أي مدرسة؟ سالمية. حلو. أنا يمكن هذا نشاط مو كل المدارس يسوونه بس وايد حلو إن أنتم مثلاً شرطيات. زين وتخالفون اللي يسوي غلط. إيه ويعني أول شيء نشوف هذا تسوي شيء غلط نبهها ثاني مرة ثالث مرة يعني رابع مرة تعهد بعدين. أنت تعطينها تعهد. إيه. ما شاء الله حلو. زين. وبس يعني شيء يعني منمين هذا الشيء بالمدرسة. حلو. وايد يعني وايد بنات شرطيات ويعني المدرسة قامت تحسن يعني بشكل من الشرطية. والله شيء وايد حلو بصراحة. شنو الموقف اللي صار وياك أنتي؟ لا في بنات إنه يعني أتكلمهم يعني ما عندهم مشكلة طاف بس أنا أكلمهم مرة ثانية مرة ثالثة تعهد يخافون. ها يعني في شرطيات مو حسنوات. يعني يطوفون. اي حتى بالهاي في واسطه. اي زين بس انت لا ماكو لا. خالفين تغيير حتى لو جاتي اخالفهم حتى ذن مخالفينهم. حلو والله فكره وايد حلوه ان النظام قاعد يجي او تطبيق النظام يجي من الطالبات نفسهم يراقبون نفسهم بس لو تصير في دوره يعني كل سنه شرطيات غير ولا يعني تاخذين رتبه يعني بعدين. لا مو رتبه يعني اللي حابه تدش بهذا المجال عادي تدش يعني ما في مشكله. حلو والله شيء وايد حلو. انزين هذه النقطه الاولى بتقولينها. الثانيه
أتكلم شغلة ثانية عن الشرطيات المدرسة، إن إحنا أي بنية مثلا عندها مشكلة شيء مني منك إحنا يعني نساعدها ونعطيها سلفونهم يعني؟ واحدة أي مشكلة فلوس يعني. شنو مثلا مشكلة شنو يعني؟ يعني بنية مطيقة يعني كسلانة مو عارفة تدرس وشي يعني عادي نعطيها إرشادات يعني. والله برافو عليكم، والله هذه يعني أو هذا نظام جديد أنا أول مرة أسمعه. يمكن إحنا كان عندنا هذا النظام ماشي على الكشافة أو الأشبال اللي أنتوا عندكم بنات اسمهم المرشدات، المرشدات بس المرشدات يمكن تخصصهم بس رفع العلم بالطابور، يروحون رحلة رحلات ما رحلات، بس أما أن أنا أصير شرطية في المدرسة وإني أطبق القانون في المدرسة وإني أخالف الشخص المخالف وبنفس الوقت يعني شيء وايد حلو هذا بصراحة. أنا أحيي مدرستكم، لو تقولي لي شو اسم مديرتكم إذا تقدرين؟ مريم الصقران. تستاهل الأستاذة مريم الصقران. الصقران تستاهل، هذه فكرتها ولا منو؟ هي فكرتها بال... حلو، يلا الله يوفقكم إن شاء الله، وهذه يعني رسالة حق كل مدرسة. حلو هذا النظام، خلينا نطبقه مع بعض ونشوف ممكن إنه يفيدنا ويفيد البنات ويفيد الأبلات نفس الوقت، لأن الأبلات والله يعني مساكين وين يركزون بالتحضير ولا بالمراقبة، صح ولا لا؟ والرئيسة مالتنا أبلة أمينة البلوشي قسم الرياضيات. حلو، أنت مرور ولا نجدة؟ زين قولي تحياتي. بغني. بتغنين؟ شرطية وتغني؟ حلو. كولا يلا. شيت يلا غني. يلي تحب الكويت لا تقطع الأمال، الكويت يا صاحبي في نهمة اليامال. يلي تحب الكويت لا تقطع الأمال، الكويت يا صاحبي في نهمة اليامال. الكويت أمك وأبوك في ضحكة الأطفال، يلي تحب الكويت لا تقطع الأمال. يا سلام. شرطية ومطربة صوتك حلو. مشكورة في على المشاركة هذه ويعطيك العافية، وشكرا على الملاحظات اللي انت قلتيها. السؤال، ليش انتوا بدلتوا اماكن؟ تتنحش من المايك؟ ليش بدلت؟ ليش ما قلتي لا لا؟ انت رضيتي بس؟ ها؟ يلا قولي شو اسمك؟ محمد. شو اسمك؟ قولي شو اسمك؟ سارة محمد. اي بالمايك لو سمحتي. قولي اسمي سارة محمد، قولي. سارة محمد. والنعم فيك سارة، شلون ايش رايك بصوت في حلو؟ ها؟ لا. مو حلو صوت في؟ حرام بالعكس صوتك، قولي صوتك حلو، قولي له. قولي صوتك حلو. مو عاجبك؟ اذا من يعجبك صوت منو؟ يعني عندي صوت حماني حلو؟ مو حلو صوت حماني؟ انزين خلنا نعطي المايك حقي حماني. مشكورة سارونا. حماني شلونك؟ زين. ممكن تسمعنا صوتك نشوف صوتك حلو ولا لا؟ يلا شنو تغني؟ ها؟ غني اللي تحب الكويت عشان نقدر نميز نفس الطبقات. يلا. يلا غني حماني حبيبي يلا تفضل. يعني حاول يطلع منك شيء خلنا نشوف. غن يلا حماني، كل الناس قاعدين ناطرين على اعصابهم. سالفة الكراسي اللي صارت كذي، الفضول زايد عندكم صح؟ يلا رجعوا شويه بنات، رجعوا رجعوا سارونا، رجعي فطوم. كلكم رجعوا شويه، بس مو سارونا انت قاعد، انت خليك هني بس، خلكم على خط واحد. يلا حماني لهالدرجه انت يعني لا يعني شوف الناس صار فيها علشان انت بتغني. يلا غني حماني. حط المايك بحلقك وغني. انت سارونا خلاص هو يغني. يلا يلا. كنت اتمشى يا بالسوق فتح كتابي بنفس السوق واحفظك. خلاص مقوله والله يعني حاول حاول. حبيبي حماني
حماني سالف لنا عن النظافة أشوف. حماني حماني لا والله عبد الرحمن قاعد أكلمك جد مو غشمرة. خليك من سارة مالك شغل. يلا عشان عندنا رسوم تحركة راح نشوف. قول لنا شلون نحافظ على النظافة؟ إذا شفت واحد دق في الأرض أروح لسجد في الأرض. إذا شفت واحد يقط في الأرض هو شرطي بالمدرسة بعد؟ لا شو تسوي بالمدرسة؟ شو تسوي أنت شرطي؟ مايك مايك سولف بالمايك. يلا شو تسوي نفس في ولا شنو؟ لا ها شو تسوي؟ غير زين أنت شو تسوي شرطي؟ يلا أخالف. تخالف ها؟ يلا أوكي مشكورين يعطيكم العافية. راح ننتقل الحين يا بعض نشوف حلقة جديدة من المسلسل الكرتوني نونو فورست. ردنا وياكم بالفقرة الأخيرة في حلقتنا لليوم في برنامج استوديو الأبطال. في عندنا وايد أصدقاء شاركوا ويانا في تويتر. تستاهل عبدالله. طيب شكرا من فيصل يعطيك العافية منور اليوم من ذكرى. شكرا بصراحة برنامجكم حلو ومفيد وانتم ما تقصرون. وأمي والله تتابعكم ومن شد المتابعين لكم شكرا جزيلا. أيضا مو مذكور الاسم منور يا عبدالله. أقول لصديقات البرنامج منورين الاستوديو وأقول لفانز وأقول لي فاتن نورتي ويستاهلون البنات كلهم من سوسو رشيدي. شكرا لك يا صديقتنا سوسو رشيدي وأيضا فاتن صديقتنا دائما تابع البرنامج. عندنا سلام أنا فاطمة طبعا برنامجكم أكثر من رائع بليز. اقرأوا تغريدتي بليز يا عبد الله. هذا يا فاطمة قرينا تغريدتك. أيضا أسلم على عبود وشعولة وصديقاتي في السكول وكل أهلي في قطر. شكرا لك. هذه صديقتنا من قطر دائما تواصل يانا. تحياتي لأمي فوزية وأختي أثير وحبيبتي آلاء وتحياتي لكم ولجميع الطاقم عمل برنامج استوديو الأبطال. لكم مني أحلى تحية من نويرة. شكرا لك يا نويرة. خلينا نشوف مع بعض فيديو كليب ونرجع وياكم لما تبقى من حلقة اليوم. Thank you.
ردينا وياكم بالفقرة الأخيرة، وبعد ما شفنا هالرسوم متحركة عندنا الحين لعبة السيارات راح تكون بين فريقين، أول مرة نلعبها في الاستديو. الفريق الأول هو فريق فلة، هذا هو، رفعوا ايدكم. أول واحد أبو حمدي، شوف متشجع حق الفريق. وطبعا في هي رئيسة الفريق، راح تتشاور وياهم بالسؤال يقولون صح وخطأ. والفريق الثاني فريق سندريلا، رفعوا ايدكم بنات. وعواش هي أكبرهم يقولون كبير السن على قولتهم، فهي اللي تعطينا الإجابة بعد مشاورة الفريق اللي وياها. جاهزين بنات؟ يلا الحين خلينا نشوف مع بعض السيارات ويصير تحدي بين الاثنين. السؤال الأول حق فلة، تشاوروا زين، تشاوروا. السؤال يقول كلمة، ولا طالعون هاليكم ولا طالعون أحد ولا طالعون خلف الكاميرا زين، كلمة مستقيم مرادفها متعرج، صح أو خطأ؟ كلمة تناقشوا وعطيهم بعدين. يلا كلمة مستقيم مرادفها متعرج، خطأ. خطأ؟ شنو الصح؟ المستقيم السيدة. إيه؟ متعامد. ها؟ مرادف المستقيم أو هي تصير ضدها المتعرج، صح؟ خطوة جدًا، صرقولهم. حلوين. نرجع حق فريق سندريلا بقيادة عايشة من قطر. السؤال يقول مفرد، عدتي أهلك بويهج لا طالعينهم زين، مفرد كلمة أركان ركن، صح أو خطأ؟ صح. حلوة بينكم، كنكم طيورتين. إجابة صحية، طلقولهم. حلوين. السؤال الثاني، وكل ما زدنا الأسئلة كل ما صعب الموضوع. السؤال يقول عاصمة إيطاليا روما، صح أو خطأ؟ صح. في عندك حماني ترى تريدين تفيديني منه، قارئ دائما. شنو؟ صح صح صح. ها؟ صح 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 صح. حماني قالها الأولى، والله شاطر حماني. حماني راح إيطاليا أنت؟ على إيش دار؟ راح الكويت؟ إجابة صحيحة. طب قولهم يسألون. الله الكويتي يجاوب عن إيطاليا ما شاء الله. شنو أشهر شيء بإيطاليا ينوكل معروف؟ شنو هو يعرف؟ هو يعرف شيء مدور، شنو هو؟ هو يعرف حماني شنو؟ ها؟ إيش؟ إيش؟ بيتزا معروفة بإيطاليا. إيه؟ إيش بالكويت؟ يلا سؤال الثاني عواش، سؤال يقول طالعوني لا تطالعون أي أحد إنزين، تشاوروا بينكم وبين بعضكم. توجد صخرة الروشة في لبنان، صح أو خطأ؟ كل ما صعب كل ما لا احنا قالينها بالسيد الابطال، صخرة الروشة بلبنان. صح 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 صح. إجابة صحيحة، خطوة قدام. صفقولهم. فلة، خلوا حماني هو اللي يجاوب. يلا اعطي المايك ما عليه. يلا حماني لازم تتشاور بينهم، ها اوكي، لازم تصير ديمقراطي زين، انت شرطي وتفهم زين. شنو الوجبة الأساسية عندك؟ الوجبة اللي تحبها، صح أو خطأ؟ صح أو خطأ؟ صح. ها؟ صح. رد المايك حق في، أنا عشان تي سويت أنت بس راح تجاوب خطأ. هاي رد يعني عبالة العبارة خطأ. السؤال يقول ركزوا بنات وركز حماني، أنت الولد الوحيد. الرمز الكيميائي للأكسجين هو HO2، صح أو خطأ؟ صح. الرمز الكيميائي للأكسجين هو HO2. أنا أقول لك هي المكتوب الرمز الكيميائي للأكسجين هو HO2. تكلم طلع بالآيباد. لا مو بالآيباد، كروت. سكر لك الآيباد ارفع عليك. ترى أنا المعد يعني. غلط. شنو الصح؟ O2. صح، صفقوا لهم. آخر سؤال حق فريق سندريلا. سؤال يقول يتنفس الإنسان الأكسجين ويستخرج ثاني أكسيد الكربون، صح أو خطأ؟ صح. ها؟ ركزوا أعيدها ولا بدون أعيدها؟ في واحد فريقكم يقول واحدة خطأ واحدة صح. يتنفس الإنسان الأكسجين ويستخرج ثاني أكسيد الكربون. صح؟ صح. عواش هي خذت الإجابات منهم، إجابة صحيحة. حلوين، صفقوا لهم. شطار. إذا ثلاث أسئلة صح حق فريق
السندريلا وثلاث أسئلة أيضا صحيحة حق فريق فلة. شكرا لكم ويعطيكم العافية ومشكورين على حضوركم اليوم في برنامج استوديو الأبطال. إذن يعني في النهاية احنا دائما ذكرنا ودائما نذكر على سريع بطرق التواصل والمشاركة في برنامج استوديو الأبطال. سين باللغة العربية، أس باللغة الإنجليزية، حق اللي بيتصل ويشارك ويانا في الاتصالات، نفس البنات والأصدقاء اللي موجودين ويانا داخل الاستوديو. وهذا مثل لأصدقائنا الحلوين موجودين من قطر، دول الخليج والوطن العربي. إذا جيتونا الكويت زيارة حلوة علشان إحنا نتشرف بحضوركم داخل استوديو برنامج استوديو الأبطال، إنكم تيونا مبنى الراي بالشويخ تحديدا في منطقة الشويخ، عشان تطلعون يانا على الهواء مباشرة دائما من الساعة 3 لغاية الساعة 4 من يوم السبت لغاية يوم الخميس. ومع جرس الختام نختم وياكم حلقة اليوم، نشوفكم إن شاء الله في حلقات قادمة من برنامج استوديو الأبطال، ومع السلامة. ترانا الحين خلصنا، رن 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 جرسنا، ترانا الحين خلصنا، جاهزين خليكوا جاهزين جاهزين خليكوا جاهزين، رايحين رايحين للفن رايحين، رن 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 جرسنا، ترانا الحين خلصنا. بس مو تلوين لعب وتمرين، يلا يا اطفال يلا يا حلوين، بس مو تلوين لعب وتمرين، يلا يا اطفال يلا يا حلوين، راح نسأل ونلعب، راح نمرح نستفيد مدرسة وبيت وملعب. Let's get your outfit on.